بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحبل الكريم، أيها المتابعون جميعا متابعي قنوات دبي ريسينج، أحييكم بأجمل تحية صباحية في صباح هذا اليوم الأربعاء 13 من نوفمبر لسنة 2024. ومن هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي، وفي هذا النقل الحي والمباشر حيث ننقل على مسامعكم في هذا الصباح وقايع سباقات الهجن العربية الأصيلة لسن الحجايج لمسافتنا المعتادة والمقررة وهي 3 كيلومترات. ينطلق الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم وهو شوط خاص بالبكار. نتمنى التوفيق للجميع. تنطلق هذه الأسامي، تنطلق هذه الشعارات باحثة عن تسجيل نقطة ذهبية ثمينة في أول الأشواط، أول التحديات. نتابع البداية والمقدمة والصدارة هذا الشوط، وأرى هناك جميلة اللي تقدمت في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. جميلة على الصدارة لثابت بن صالح بن ناصر الكربي من ياتي بالصدارة والمقدمة. نتابع المركز الثاني، نتابع التقدم مع سيوف لمحمد بن حمد بن مصبح المسافري، وعلى مستوى المركز الثالث تتقدم غزوة لسعيد بن عتيج بن فتر الرميثي. النقلة التالية على مستوى المركز الرابع من الجانب الآخر، تحديات سمحة لمحمد بن علي بن عبيد الخاطري. بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس ذاتي في هذا الانطلاق، أرى التقدم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام مع متاهة بالشعار عبد الله من غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر وسام أحمد بن راشد بن سيف الغفلي يتسلل يتقدم مع هذا الانطلاق على مستوى المركز الخامس. نتابع المركز السادس، تصل تتقدم الظبي لخميس بن فايل بن راشد العويسي، يتابع الظبي مع المركز السادس. سابع الانطلاقات غلا لمحمد بن عبيد بن علي النيادي، ومع المركز الثامن، مع المركز الثامن خيره لسعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي. بينما اذا انطلقنا مع المركز التاسع من الجانب الاخر، تحديات النادره لمحمد بن سعيد بن صالح الزرعي، والوصول مع شخصيه لعلي بن حمد بن علي بن مقارح من يتابع شخصيه على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، أول الأشواط، أول التحديات، أول الانطلاقات في هذا الصباح ومع هذا السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. لنا عودة مع الصدارة، مع البداية والمقدمة في هذا الانطلاق المتميز. أصبح الثلاثية على المقدمة ونحن نغادر لوحة الكيلو المتر الأخير، الكيلو المثير، الصدارة والبداية. وأرى هني اللي تقدمت في هذه اللحظات متاهل عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري، يتابع متاهة، ولكن اللي وصلت وسام أحمد بن راشد بن سيف الغفلي. المركز الثالث انطلاقة سيوف محمد بن حمد بن مصبح المسافري، والقادمة خيرة لسعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي. اللحظات الأخيرة، جولة الأوامر النهائية، متاهة من تسيطر، والتحديات مع وسام، والانطلاق القادم مخيرة مع المركز الثالث، مع المركز الثالث. هل من قادم؟ هل من متحدي في هذا الانطلاق؟ ضجة منصور بن محمد بن ثاني بن قطام السويدي، ولكن متاهة توهت الجميع بهذا الانطلاق والتحديات مخيرة. القادمة مع المركز الثاني، أول الأشواط، أول التحديات، أول نواميس هذا الصباح. ما شاء الله، متاهة وخيرة تتسلل، خيرة تختار الصدارة، تختار المقدمة، وعسى في الأمر خيرة. يا سعيد يا بن ناصر، يا بن حميد يا الهاشمي، سلام.
وسلام للسلطنة مع أول الأشواط، سلام للكامل والوافي مع هذا الانطلاق المتميز. المركز الثاني متاهة، عبد الله بن غصاب راعطير العامري، المركز الثالث وسام أحمد بن راشد بن سيف الغفري، المركز الرابع جاءت المنصور بن محمد بن هارم القطام السويدي، المركز الخامس انطلاقة شخصية لعلي بن حمد بن مقارح. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق المتميز، أول الأشواط أول الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام. يأتي مخيرة للسعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي لتهدي السلامات لأهالي السلطنة، أهالي الكامل والوافي من ينطلقون في تحديات خيرة في أول الأشواط. التوقيت الزمني 4:27 جزئين من الثانية. تهانينا لسعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي وسلاماتنا لأهالي السلطنة، أهالي الكامل والوافي من قدموا الأداء المتميز. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني متاهة 4:28 بالوفاء والتمام. تهانينا لعبد الله بن غصاب بن مصبح راع الطير العامري على أيضا تقدم متاهة مع المركز الثاني. بينما اللي وصلت مع المركز الثالث جاءت وسام ب4:31 وجزء واحد من الثانية. تهانينا لأحمد بن راشد بن سيف الغفري، تهانينا والناموس للجميع.